السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، طلاب جريد 6 في كل مكان، أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على لسن 3 من جريد 6. لسن 3 يا حبايبي إن شاء الله هيبقى سهل جدا. هو كل الموضوع إن إحنا بنستخدم الديستريبيوتيف بروبرتي مع الجريتست كومن فاكتور. طيب الموضوع هنا بنربطه ببعض إزاي؟ أولا تعالى أفكرك بموضوع الديستريبيوتيف الأول. لما كان يا حبايبي بيبقى عندنا نمبر بره البراكت اللي هو مكون من تو نمبرز بهذا الشكل، فاحنا كنا بنعمل انه الرقم ده بنعمله تايمز مع الاول ومع التاني. يعني هنا نقوله ان ده عبارة عن الثري ملتبلاي الفايف مرة ثم هنا بلس تنزل بلس، ولو كانت ماينس تنزل ماينس، ثم ده ملتبلاي مع السكند مرة، يبقى هنا مستر الثري ملتبلاي الفور. هما قسمتهم ساعات بيجيب لي الموضوع مفكوك جاهز، يعني ده عكس السؤال الاول اللي هو بيقول لي 5 ملتبلاي 7 بلس 5 ملتبلاي 4، هو عباره عن انه في هنا رقم في الاول ملتبلاي رقمين هنا كده. طبعا احنا عملنا ال 5 ملتبلاي 7 مره ثم ال 5 ملتبلاي 4 مره، يبقى اذا الريبيتد نمبر هنا هو ال 5، يبقى ساعتها ده اللي بنطلعه بره هنا كده. ثم يبقى هنا 5 معمول ملتبلاي مع ال 7 يبقى ال 7 تنزل هنا، وهنا 5 معمول ملتبلاي مع الفور يبقى الفور تنزل هنا. نيجي للسؤال اللي بعده حبايبي، يلا مستر طب انا معايا رقمين بقى مختلفين المره دي، اللي هو المفروض ال 14 وال 21 بعملهم بلس، فالمره دي بقى هو بيقول لي ال 7 ملتبلاي كذا بلس كذا. بص يا حبايبي، هو السؤال ده يعني سؤال هاي ليفل شويه، يعني ما بيجيش قوي في الامتحانات بس هو كل موضوعه ان احنا بنعمل الرقم الاولاني divided الكومن اللي هو المفروض ال 7 وبعد كده نكتب الناتج، والرقم التاني divided ال 7 وبعد كده نكتب الناتج في حالة السؤال ده، يعني فلانه هنا مفيش repeated number، فال 14 divided ال 7 الاجابة هنا بتاعتك هتدينا 2، ثم ال 21 divided ال 7 الإجابة هنا يا مستر هتدينا 3 بهذا الشكل. اتفقنا يا حبايبي؟ طيب هنا نفس الموضوع، بيقول يا مستر ال 45 بلس ال 10، فيا ترى هو ال 5 ملتبلاي كام وهنا كام؟ نفس الفكرة بالظبط. ال 5 ده هعتبره إن هو اتاخد كومن من دول، أو الرقمين دول موجودين في تيبل 5. فانا بمسك الرقم الاولاني اعمله divided ال 5 واكتب الناتج، والرقم التاني اعمله divided ال 5 واكتب الناتج، يبقى 45 divided 5 الاجابه بتاعتي هتدينا 9، ثم ال 10 divided ال 5 الاجابه بتاعتي هتدينا 2. طيب ده كان اشياء سريعه كده حليناها مع بعض. نيجي بقى مع بعض للاسئله المهمه. بص يا حبايبي، هو مديني هنا ستوري، الستوري ده هو بيربط الجريتست كومن فاكتور بالديستريبيوتيف، يعني هو بيربط الاثنين ببعض، جريتست كومن فاكتور اللي احنا كنا واخدينه السيشن اللي فات. بيقول لنا مستر ندى هاز 12 ريد فلاورز، في بنت اسمها ندى معاها 12 ريد فلاورز، معاها 12 ورده حمراء، اند 12 يلو فلاورز ومعاها 20 ورده لونهم اصفر. شي وانتس تو ميك بوكيتس with the same number of each color flower in each pocket. يعني ايه pocket؟ يعني اللي هو زي نظام بوكيه كده، عارف انت بوكيه الورد اللي بيتقدم، بوكيه الورد ده بيكون فيه عدد من الورد. طيب هو بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي what is the greatest number of pockets she can make، يعني ايه هو اكبر عدد من البوكيتس اللي ممكن تكونه. هنا دلوقتي الموضوع ده بيتم ازاي؟ يعني انا دلوقتي حبايبي في بنت بنوته معاها 12 ورده حمراء و20 ورده صفراء، انا من خلال العدد ده تحديدا عايز اقسم بحيث ان يكون في عدل، او زي نظام مش عدل قوي، ممكن يبقى في واحده ازيد من الثانيه، بس المهم ان انا عايز اكون بوكيتس كتير. يعني نفترض ان انا عايز اديهم لاربعه من صحابي مثلا، او خمسه من صحابي، عايز اشوف مين اكبر عدد ممكن اديله ورد، بحيث ان هو يبقى في بوكيه كامل كده، البوكيه ده يتحط فيه اللونين مع بعض.
فانا بعمل في الموضوع ده يا حبايبي جريتست كومن فاكتور، او بعمل فاكتورايزيشن. يعني ال 12 دي لما نيجي نشتغل عليها طبعا هي عباره عن 2 باي 6، فال 6 دي طبعا مش برايم نمبر، فلازم نقسمها هتبقى عباره عن 2 باي 3 بالشكل ده. اما بالنسبه لل 20، ال 20 دي هلاقي ان هي عباره عن 2 باي 10، ثم ال 10 دي طبعا مش برايم نمبر، فتبقى عباره عن 2 باي 5 بهذا الشكل. فانا لما اجي اشتغل يا حبايبي على ال 12 الاقي ان ال 12 دي عباره عن الارقام اللي من تحت بقى اللي هي البرايم نمبر، 2 ملتبلاي ال 2 ملتبلاي ال 3. اما بالنسبه لل 20 هلاقي ان هي عباره عن ال 2 ملتبلاي ال 2 ملتبلاي ال 5. بص بقى وركز معايا هنا، ده طبعا هناخد منه واحده اللي هي ال 2. طبعا لما اجي اطلع الجريتست كومن فاكتور هنا هيبقى عباره عن 2، ودي برضو هاخد منها واحده فهتبقى ملتبلاي ال 2، يبقى الجريتست كومن فاكتور بصفه عامه هو 4. عارف بقى الوضع ده ممكن نكتبه ازاي على هيئه ديستريبيوتيف؟ بيتكتب يا حبايبي بصوا كده، بيتكتب ان هنا بصفه عامه يعني الفور اللي طلعت دي اللي هي بتاعت الجريتست كومن فاكتور ده اصلا عدد البوكتس. يعني احنا هنقدم اقصى حاجه ممكن نعملها 4 من البوكيه، بوكيه ورد، 4 بوكيهات ورد، بحيث انه هنفتح براكت بعد الفور كده وهنحط الرقمين المتبقيين جوه هنا بالبلس، يعني هنا تبقى 3 بلس 5 بهذا الشكل. ده المنظر بصفه عامه، وبيقول لي write expression that represents this situation. يعني بمنتهى البساطه اللي انا اكتشفته في الاخر ده حبايبي المنظر ده انا دايما بكتبه ازاي على حسب الجريتست كومن فاكتور ما بيطلع لي، بشوفه هو بكام اروح حطه من بره، يبقى ده العدد الاساسي هنا سواء بقى فور بوكيتس فور ايا كان، وبيبقى 4 اشياء، الشيء ده نفسه بيبقى محطوط جواه حاجتين. فهنا 3 بلس 5 حيث ال 3 ده خاص بمين؟ خلي بالك كان خاص بال 12 اللي هو اصلا كان خاص بالريد فلاورز، يعني هنا 3 ريد فلاورز، ثم ال 5 ده كان خاص بمين؟ بال 20 اللي هو كان خاص باليلو، يبقى ده كده يلو. يعني بمنتهى البساطة محتوى الموضوع ده ان احنا عندنا 4 بوكيتس. يعني افترض بص ادي البوكيه الاول ماشي، وادي البوكيه التاني، وادي البوكيه التالت، وادي مثلا البوكيه الرابع، شكل تفصيلي بسيط يعني. كل بوكيه هيبقى فيه 3 وردات حمراء وخمس وردات صفراء. يعني انا افترض في وردة هنا، وردة هنا، وردة هنا، 3 من اللون الأحمر وخمسة من اللون الأصفر، 1 2 3 4 5، ده البوكيه، ده شكل البوكيه هيبقى عامل كده. نفس الموضوع هنا، نفس الموضوع هنا، نفس الموضوع هنا، اتفقنا يا حبايبي؟ طيب ممكن يجي لي الموضوع بشكل مختلف. يعني هو ممكن يجيب لي سؤال تشوسز في الامتحان بالشكل ده، يقول لي يا مستر نفس الموضوع برضه، ميكينج بوكسز، انا عايزك تصنع بوكسز او صناديق بحيث او صنع صناديق بحيث ان student has collected 12 grain bags. اللي هي grain bags دي زي نظام حاجة بتتاكل كده فيها حبوب، يعني ممكن تبقى مثلا شيبسي ولا حاجة، and 8 packs of cheese و 8 packs من التشيز، in order to make donation boxes. عايزين نكون بوكس بحيث ان احنا نوزع بالتساوي اكبر، عايزين نشوف اكبر عدد من البوكسز يعني. فهو بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا سميت على حسب التشوسز بتاعتك انه حرف الجي ده هو بيعبر عن الجرين باكس، وحرف السي زي ما هو معمول بيعبر عن التشيز زي ما احنا شايفين كده. طيب فانا دلوقتي برضو هشتغل يا حبايبي ان ال 12 وال 8 هنعمل لهم فاكتورايزيشن، ده طبعا 2 باي 6 ثم ال 6 دي 2 باي 3، وده طبعا 2 باي 4 ثم ال 4 ده هلاقيها 2 باي 2. فانا لو جيت ركزت على جنب كده ان انا عايز اجيب الجريتست كومن فاكتور، المفروض ان ال 12 على جنب هي عباره عن 2 باي 2 باي 3، وال 8 هي عباره عن 2 باي 2، والاثنين دول تحت بعض اهو، بس ما ينفعش احط هنا ال 2 تحت ال 3، لا هكتبها بعيده خالص كده. فطبعا برضو هنا لو طلعت من هنا واحده وطلعت من هنا واحده يبقى دي عباره عن 2 باي 2، يبقى الجريتست كومن فاكتور بصفه عامه 4. فدي لما نيجي نفسرها يا حبايبي هيبقى ادي 4 اهو، ثم هفتح براكت هنا ال 3 اللي هي كانت خاصه بال 12 هتتكتب هنا،
ثم الرقم من الواحد ده برضو يروح مكتوب هنا يا حبايبي. وبعدين واضح قوي ان انا هكون 4 بوكسز، يعني بيطلع لي من بره ده واضح ان انا هكون 4 بوكسز. فالحسب الرسومات اصلا كده كده ده ما ينفعش لان ده 2 بوكسز، وده برضو ما ينفعش. يعني بص 1 2 3 4 5 6 7 8 8 بوكسز، ده برضو ما ينفعش. فهو واضح قوي ان هو ده، لانه ده مكون من 4 باكتس او 4 حاجات او 4 بوكسز. وحتى فعلا هنا اجابه صحيحه، لان ال 3 دي كانت خاصه بال 12، وال 12 ده كان خاص بالجرين باكس اللي هو اصلا كان سماه هنا حرف جي، وال 2 دي اللي هي المفروض خاصه بال 8، وال 8 ده كان الخاص بالتشيز، والتشيز هنا هو كان سماه زي. فهو فعلا 4 بوكسز، كل بوكس فيه 3 من الجي اهو وفي 2 من السي، يبقى ساعتها دي فعلا الاجابه الصحيحه بتاعتي اللي هي المفروض ليتر بي. طيب الجزء اللي بعد كده حبايبي برضو بيديني مثلا سؤال في الامتحان بالشكل ده، بيقول لي يا مستر انا عايزك تستخدم الديستريبيوتيف بروبرتي والجريتست كومن فاكتور في الموضوع اللي قدامي ده كده. يعني هو كده كده دول رقمين بالبلس، لو انا مثلا عايز اعملهم بلس الاجابه هنا بتاعتي هتدينا كام؟ هتدينا 63، ودول رقمين بالبلس عادي جدا، لو عملتهم بلس الاجابه بتاعتي هتدينا 18. انا بقى بصفه عامه عايز الرقمين اللي هم اصلا معمولين بالبلس دول اقدر احطهم على هيئه ديستريبيوتيف. طب يا مستر ازاي يعني؟ بص يا حبيبي، انا المفروض ال7 بتاعتك دي لما اجي اشتغل عليها فاكتورايزيشن كده كده اصلا مش هينفع اشتغل عليها غير ان هي عباره عن 1 باي 7، مفيش اي حاجه غير كده يعني. انما ال56 دي فيها شغل، 56 دي طبعا انا قلت لك لازم تبقى حافظ التايم تيبل بشكل كويس. 56 دي يا مستر قال ان هي عباره عن ايه؟ قال ان هي عباره عن 7 باي 8، فال8 دي هلاقي ان هي عباره عن 2 باي 4، ثم ال4 دي هلاقي ان هي عباره عن 2 باي 2 بهذا الشكل. فانا المفروض لما اجي اشتغل على ال56، ال56 دي يا مستر هلاقي ان اول حاجه ال7 هتنزل تحت ال7 كده اوكي، ثم ال2 ملتبلاي ال2 ملتبلاي ال2 بهذا الشكل، لان هما ما كانش فيهم اي حاجه شبه بعض بالنسبه اوي. يبقى دي كده عباره عن 7 باي 2 باي 2 باي 2. طيب طبعا واضح جدا انه في هنا ده اسمه جريتست كومن فاكتور، يعني الجريتست كومن فاكتور هنا هو 7. فده بيتعمل ازاي بقى يا مستر؟ اول حاجه ان انا هحط ال7 هنا من بره، ثم هعمل ملتبلاي. بص بقى الديستريبيوتيف انا عايز حاجتين هنا بالبلس، عايز هنا ايه؟ عايز حاجتين بالبلس، يعني انا المفروض هنا المفروض ان هو يبقى عباره عن 2 باي 2 باي 2، يبقى الإجابة بتاعتي المفروض إن هي تبقى بكام؟ بـ 8، يعني المفروض هنا إن أنا أشتغل على الـ 8 أهو. ثم في هنا رقم اسمه 1، خلاص يبقى أنا هعمل هنا كده بلس الـ 1 بالشكل اللي قدامنا ده كده. يبقى أنا هنا حبايبي لو جينا ركزنا أصلاً في السؤال، المنظر ده هو إجابته نفس ده. ليه؟ لأنه بص يا حبيبي لما أجي أعمل 8 بلس 1 يبقى الإجابة 9، فلاقي 7 باي 9 يبقى الاجابه 63، وفعلا مجموع الاثنين دول ب 63 بس، يبقى انا كده شغال صح. طب يا مستر عشان بس انا ممكن تفهمني واحده تانية عشان افهم بشكل اكبر الموضوع ماشي ازاي، اقول لك يا حبيبي تعالى. ال 8 بلس ال 10 عايز اشتغل عليها ديستريبيوتيف والجريتست كومن فاكتور، يعني عايز اجيب ديستريبيوتيف من ده بحيث ان انا استخدم برضو الجريتست كومن فاكتور فيها. فانا يا حبيبي هنا ال 8 برضو عباره عن 2 باي 4، ثم ال 4 دي عباره عن 2 باي 2، بالنسبه لل 10 هلاقي ان هي عباره عن 2 باي 5 وخلاص. فانت معاك اهو يا حبيبي ال 8 هي عباره عن 2 باي 2 باي 2، وعندك ال 10 عباره عن 2، وال 5 طبعا هتبقى بعيده خالص كده. طبعا يا مستر دول يبقى الجريتست كومن فاكتور هنا هو عباره عن 2. هنا طبعا هذا ال 2 هيروح مكتوب هنا، ثم اعمل ملتبلاي وافتح براكت. هنا انت عندك حاجتين 2 باي 2 وبعد كده باي 5. طيب اولا ممكن نحسب دول مع بعض اللي هو 2 باي 2 ايكوال 4 اهو، اللي هو بالنسبه مثلا لل 8، ثم ال 5 بتاعتك هتروح جايه كده. ليش ما حدش يقول ان انا هعمل 2 باي 2 باي 5؟ لا يا حبيبي، انت بتمسك الاثنين دول بس تشوفهم بكام، تروح كاتب وتعمل عليهم بلس الحاجه اللي موجوده من ال 10. فبالتالي يا حبيبي انت 4 بلس 5 ايكوال 9، وفعلا 2 باي 9 ايكوال 18، يبقى فعلا نفس الناتج بالظبط، يعني المنظر ده هو نفس الناتج بتاع ال 18. يبقى المنظر ده كده ده الاجابه بتاعتي، والمنظر ده كده ده الاجابه بتاعتي، ان انا حولت البلس ل
حاجه معموله بالديستريبيوتيف. طب يا مستر ممكن كمان اكزامبل عشان نفهم؟ اقول لك حاضر عيني. هنا برضو نفس الفكره، انا لما اجي اشتغل على ال 15 هلاقي ان هي عباره عن 3 باي 5، ولما اجي اشتغل على ال 45 هلاقي ان هي عباره اول حاجه عن 5 ملتبلاي 9، وال 9 دي هلاقي ان هي عباره عن 3 باي 3. طيب يبقى انا دلوقتي يا مستر ال 15 هلاقي ان هي عباره عن 3 باي 5 كده، وال 45 المفروض خلي بالك ال 5 اول حاجه هتتكتب هنا كده تحت ال 5، وال 3 دي هتيجي تبع واحده من اختها، اما ال 3 دي هتيجي في الاخر خالص كده بهذا الشكل. طيب انت هنا لو جيت ركزت هتلاقي انه ده هطلع منه واحده وده هطلع منه واحده. يعني انا دلوقتي الجريتست كومن فاكتور لما اجي اطلعه طبعا هدي هناخد منها واحده اللي هي 3، ملتبلاي دي هناخد منها واحده اللي هي 5، يبقى 3 باي 5 بالاجابه بتاعتك ب 15. طيب هنا بقى يا مستر يبقى انا هروح ماسك هذا ال 15 اعمله ملتبلاي مين بقى؟ خلي بالك ان من فوق من ال 15 مفيش هنا حاجه المفروض ان انا اكتبها هنا. خلاص اعتبر ان هو معمول هنا ملتبلاي 1، ده ما اثرش خالص على معنى السؤال. اوكي؟ لان اي حاجه ملتبلاي 1 بنفس الحاجه، فانا هروح كاتب هنا 1 ثم بلس، وهنا تبقى ايه من ال 45 هنا يا مستر؟ تبقى 3. وعلى فكره لو جيت ركزت برضو ان الاثنين دول اصلا مجموعهم ب 60، ودي فعلا 1 بلس 3 ب 4 و 15 باي 4 برضو ب 60، يبقى انا كده وزعت السؤال بشكل صحيح. طب يا مستر مش فاهم، ممكن اكزامبل تاني؟ ده اكزامبل رابع ده دلوقتي، مفيش مشكله، يلا نفهم تاني. هنا يا مستر دلوقتي ال 20 برضه هبدا اشتغل عليها، ان هي المفروض عباره عن 2 باي 10. ده المفروض اللي هو الجزء الاولاني يعني، اللي هو دلوقتي 2 باي 10. طيب وبعد كده يا مستر ال 10 دي هلاقي ان هي عباره عن ايه؟ عباره عن 2 ملتبلاي 5. طيب وبعدين؟ وبعدين يا مستر ال 60 هنا هلاقيها ان هي عباره عن ايه؟ عباره عن 2 ملتبلاي، او ممكن نقول 5 ملتبلاي 12، يبقى دي كده 5 ملتبلاي 12، وال 12 دي عباره عن 2 ملتبلاي 6، وال 6 دي عباره عن 2 ملتبلاي 3، يبقى بيتم او تم التوزيع. طيب يبقى نفس الفكره برضو هنا يا حبايبي، انه لما اجي اشتغل على ال 20 هلاقي ان هي عباره عن 2 ملتبلاي 2 ملتبلاي 5، ولما اجي اشتغل على ال 60 طبعا ال 5 دي هتتحط تحت اختها، وفي هنا 2 وهنا 2 هيتحط تحت اخواتهم كده اهو، ثم في رقم غلبان ما فيش هنا حاجه شبهه فوق يتحط بعيد خالص كده. فلما اجي اشتغل طبعا هناخد من هنا واحده، وهناخد من هنا واحده، وهناخد من هنا واحده، يبقى الجريتست كومن فاكتور هنا طبعا هنا دي 2 ملتبلاي 2 ملتبلاي 5، ف 2 باي 2 4، 4 باي 5 ايكوالز 20، ثم ال 3. فالمفروض ان حبيبي لما اجي اشتغل المفروض ان الجريتست كومن فاكتور ده نفسه بروح حاطه من بره هنا كده واعمل ملتبلاي، من فوق لازم اكتب هنا حاجه. طب ما هنا مفيش حاجه يبقى انا هعمل 1. خلاص يبقى انا اروح كاتب هنا 1 ثم بلس، واروح كاتب هنا كام يا حبايبي؟ 3. يبقى انا كده وضحت السؤال بمنتهى البساطه. كده يا حبايبي نكون خلصنا الحلقه بتاعت النهارده اللي هي لسن 3. اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.